متداولين مرحبا. طبعا بدأت أهم الأخبار على عملة الـ XRP وهو إطلاق صندوق ATM في سبوت للتداول عملة الـ XRP. بداية موضوع الـ ATF لما كان على بيتكوين قلت لكم انه في احتمالية انشاء صندوق ATF سبوت XRP. حاليا هذا الموضوع قدمته احد اهم الشركات يلي بتقدم صناديق ATF سبوت. راح اتكلم عن هذا الموضوع بهذا الفيديو. قبل ما بش فيديو اتمنى تغازى اللايك سبق قناة فعل زر الجرس حتى يوصل كل جديد في عالم عملات رقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام والرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. اولا اصدقائي خلينا نعرف انه الـ XRP قريب جدا على مناطق تفريغ وهي المناطق ممكن تسبب انخفاضات كبيرة. لكن بداية حتى نتأكد انه تفشل مناطق التفريغ لازم نكسر مناطق الـ 66 سنت الى مناطق الـ 65 سنت. بهذه الطريقة ممكن نحن نأكد صعود عملة الـ XRP لتتجاوز مناطق الـ 1 دولار. لكن ما دام نحن نتداول أسفل مناطق الـ 65 إلى الـ 70 فلا يزال عملة الـ XRP مهددة بالهبوط. في حال صار عندي عملية تفريغ من الأعلى مناطق الـ 65 سنت لازم نعرف أنه مناطق التجميع ولكوات صفقات الشورت لكوات صفقات اللونج راح تكون بمناطق ما بين 39 أو 38 سنت إلى 43 سنت. هاي المناطق هي مناطق جمع السيولة. أما بالنسبة للـ ATF سبوت XRP أعلنت شركة جريسكيل الخاصة بصناديق الـ ATF سبوت بيتكوين وإثريوم أعلنت عزمها على إطلاق صندوق استثماري لعملة الـ XRP خلال الأيام القادمة. إلى حد الآن مجرد خطة قامت بتقديم شركة جريسكيل على صندوق الاستثمار لعملة الـ XRP. لكن لحد الآن ما في عندي موعد محدد لإطلاق هذا الصندوق. لكن من الممكن هذا الصندوق يعمل لي فوم كبير على عملة الـ XRP. نخترق مناطق الواحد دولار نتجه تلقائيا لمناطق الاثنين دولار. هي مناطق القمة أو أعلى قمة عملتها عملة الـ XRP. لهيك هاي القمم ممكن تكون قمم او الارقام الحالية والاسعار الحالية ممكن تكون قيعان تاريخية لعملة الـ XRP والتخزين بهاي العملة بالوقت الحالي تخزين رائع جدا. مجرد اطلاق الـ ATF Spot XRP ممكن نشوف انطلاق لعملة الـ XRP وخلال الاعوام القادمة ممكن العملة تتجاوز مناطق العشرة دولار. طبعا صندوق الـ ATF Spot الخاص بجريسكيل مهم، لكن الاهم لو اطلقت شركة بلاك روك صندوق استثمار لعملة الـ XRP. وطبعا لحد الآن في نوعين من الأصول فقط عندهم صندوق استثمار متداول سبوت من العملات الرقمية اللي هي بيتكوين وإثريوم. وإدراج عملة الـ XRP لكن صناديق الاستثمار فبيعد أو تصبح عملة الـ XRP من أحد أهم العملات في سوق العملات المشفرة. هنكون وصلنا هذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. مع السلامة ودمتم بخير.